بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلاب الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Student first year of medical education, lecture a human anatomy, module an introduction to the normal human body, title an introduction to the human anatomy. Structural organizations of the human body. النظمة التركيبية لجسم الإنسان. الصورة دي بتقابلنا كتير في مراجع الأناتومي والهيستولوجي والفسيولوجي، ومعظم المراجع الطبية بتقابلنا فيها الصورة دي. الصورة دي وضعها العلماء، بيقولوا إن الأشياء، تركيب الأشياء في الكون، إن في أشياء صغيرة زي الأتومز، وفي حاجة كمان سب أتومز اللي هي الإلكترون والنيترون والبروتون والفيتون وهكذا، دي حاجات سب أتومز. والأتومز دي يعني بتتحد مع بعضيها بتدينا حاجة اسمها مولكيول، والمولكيول بتتحدوا مع بعضهم ودينا اسمها مايكرو مولكيولز. وبعد كده في أورجانيل، الأورجانيل ده عبارة عن مجموعة مولكيولز ولكن حيوية، مولكيول حيوي زي البروتين زي الفات زي الليبيد كذا كذا، تتحد مع بعضيها تعمل لي أورجانيل. الأورجانيل دون كمان بيخش بتركيب نظمة تانية أكبر شوية اللي هي عبارة عن السيلز، فالسيلز بتحتوي على مجموعة من الأورجانيلز. وبعد كده السيلز بتخش في تركيبة أكبر شوية تعمل لي تيشو، النسيج. والتيشوز بتتحد مع بعضيها مجموعة من التيشوز تديني أورجان، عضو زي ما احنا شايفين كده زي الاستومك. وبعد كده الأورجانز بتتحد مع بعضيها مجموعة من الأورجانز تعمل لي سيستم زي الجاستروانتستاينال سيستم، زي الجهاز الهضمي زي ما احنا شايفين، الليفر والاستومك والانتستين سمول انتستين لارج انتستين، عمل لي سيستم جهاز. ومجموعه اجهزه بتترابط مع بعضيها بتكون لي شكل جسم الانسان. فجسم الانسان بيتكون من مجموعه ستراكشرز، مجموعه سيستم مترابطه مع بعضيها. ده الشكل العام للستراكشر اورجانيزيشنز اوف ذا هيومن. الصورة دي بتتكلم لي عن المدرسة الطبية القديمة جدا. فكان المدرسة الطبية القديمة جدا بتتعامل مع جسم الإنسان، كل التعامل بتاعها الطب كان بيتعامل مع جسم الإنسان بالتدليك والكي وبعض المساحيق يأكلها ويشربها وهكذا. كان الطب قاصر على هذا المستوى من التعليم، وكان الطب مستوى ذلك. لكن جسم الإنسان في المدرسة الطبية بدأت تتطور، وبدأ يتم تنسيق جسم الإنسان، وبدأت العلوم تنبثق من المعرفة لجسم الإنسان. فبدأت المعرفة بجسم الإنسان، أول العلوم بدأت بالتعرف على جسم الإنسان هو التشريح، الأناتومي. الأناتومي بدأنا نعمل تشريح ونشوف الجسم من الداخل بيتكون من إيه. فأول علم من العلوم الطبية بدأ، المازرز اوف ميديكال نوليدج، هو الاناتومي. بدا الاناتومي يبدا يشرح ويشوف جسم الانسان الاستراكشرز بتاعه، التركيب بتاعه بيتكون من ايه. فوجد ان جسم الانسان بيتكون من مجموعه اجهزه. وبعد كده السيستمز دي كمان بدا الاناتومي يشرح السيستم دي، وبدا وجد ان هي بتتكون من مجموعه اورجانز. وكمان وجد ان مجموعة الاورجانز دي بتتكون من مجموعة تيشوز. فكان الاناتومي واخد اللونج كيرف في الميديكال نوليدج من بداية المدرسة الطبية القديمة. ولما زال لغاية النهاردة وفي اليوم اللي احنا فيه ده، الاناتومي لما بتفتح اي كتاب في اي تخصص بيقول لك اول حاجة اناتومي، لانه الماذر اوف نوليدج، الماذر اوف نوليدج اوف ميديكال اديوكيشن ذا اناتومي. يبقى الاناتومي واخد اللونج كيرف اللي احنا شايفينه، بيتعامل مع الجسم بالديسكشنز، وخلال الديسكشنز بيطلع الاستراكشرز اوف ذا بودي، والاستراكشرز دي بتتكون من مجموعه سيستمز، والسيستم دي بتتكون من مجموعه اورجانز، والاورجانز الاورجان بيتكون من مجموعه تيشوز وهكذا. وكمان الاناتومي العلم اللي بيربط بين السيستمز وبعضيها،
وبيربط بين الاورجانز وبعضيها والريليشن شيبس بتاعتها بينها وبين بعضيها وارتباطها ببعضيها عشان يكون لي جسم الانسان ويظهر بالصوره الصحيه الطبيعيه. فكان جسم الانسان الاناتومي واخد اللونج كيرف. فاجا علماء الفسيولوجي بعد منا بعد ما علماء الاناتومي قسموا جسم الانسان الى سيستمز، مجموعه سيستمز واورجانز وتيشوز، ايجا علم الفسيولوجي اخواننا علماء الفسيولوجي خدوا السيستمز دي وقالوا ما فيش مانع حدانا ان احنا نشتغل معاكم ونساعدكم، وبداوا يحطوا وظائف الاورجانز والسيستمز في نولج لوحده سميناه وظائف الاعضاء اللي هو تم تشريحها وتدوينها من علماء الاناتومي، عملوا وعلم وظائف الاعضاء الفسيولوجي. فعلم الفسيولوجي منبثق عن الاستراكشرز اللي عملوا علم الاناتومي في البدايه. يجى بعد كده علم تاني اخواننا علماء الهيستولوجي خدوا التيشوز بتاع الاورجانز وبداوا يبصوا عليه، يعملوا ماجنيفيكيشنز بالميكروسكوبات، وصلوا ان التيشوز دي انواع التيشوز قسموها، وبعدين الخلايا السل بدأوا يخشوا في عالم السل وطلعوا علم السيتولوجي وعلم اسمه هيستولوجي، وبدأ لنا هنا العلم الخلية وعلم الأنسجة وبنسميه علم الهيستولوجي. ده تكميلي لعلم الأناتومي بس بالماجنيفيكيشنز باورز بتاعت الميكروسكوبات وهكذا. علم البايكيمستري هو علم موجود بيربط بين الأشياء في الطبيعة، الاتومز والسب اتومز اللي زي الالكترون والنيترون والنيوكليوس والنواه وهكذا. وقال ان الاتومز دي يعني بتتحد مع بعضيها وتعمل لي مولكيولز، والمولكيولز دي يعني كمان تبقى في مايكرو مولكيولز او ميجر مولكيولز، وكمان في كمان مولكيولز بيكون حيوي زي البروتين مولكيولز والليبيد مولكيولز وهكذا بتخش في تركيب الانسجه الحيه. يبقى علم البايوكيمستري اشتغل على الاستراكشرز الماينور ستراكشرز الموجوده في الطبيعه، وبدا يطلع لي علم اسمه كيمستري، وخدنا منه الكيمياء الحيويه اللي بتشتغل على الانسجه الحيويه واثرها او اثر المركبات دي على الانسجه الحيويه، وده اسمه البايوكيمستري برضك منبثق من على بيأثر على جسم الانسان. بعد كده يبقى الاستراكشر اورجانيزيشنز اوف ذا هيومن بودي عرفناها دلوقتي، وعرفنا الاناتومي شغال في انهي مكان من الاستراكشر اورجانيزيشنز اوف ذا هيومن بودي، وهو عباره عن الماذر اوف ميديكال نوليدج. الاناتومي طبعا واخد الابر هاند فيها زي ما احنا شايفين كده. بعد كده وات ذا اناتومي، ما هو الاناتومي؟ سؤال بيطرح نفسه. فبنلقى الاناتومي جريك وورد كلمه اغريقيه meaning that cutting something up to see what is the inside structures، يعني بنقطع ونشرح عشان نشوف الاستراكشرز بتاعته من الداخل ايه. ولها كلمه اغريقيه ثانيه اناتومي، انا يعني elevation، تومي يعني cut يعني elevation برضك نقطع ونعمل إليفيشن ونسلخ عشان نشوف الانترنال ستراكشرز بتاع اللي داخل اللي احنا مش شايفينه بعينينا ايه. تاني حاجة بالتعريف الحديث للميديكال نوليدج بتاع الاناتومي بنقول اناتومي ساينز ذات ستادي ذا بارتس اوف ذا بودي ان اوردر تو نون ذير بوزيشن ستراكشرز اند ريليشنز، هو العلم اللي بيدرس الجسم عشان نشوف التركيبات بتاعت الجسم، المكان بتاعها، البوزيشن مكانها، والاستراكشرز التركيبه بتاعتها والريليشنز بتاعتها. يبقى دون علم الاناتومي. وحاطين لك دياجرام اهون، ادي جسم الانسان. عن طريق الاناتومي وصلنا ان احنا نشرح جسم الانسان ويطلع منه مجموعه من السيستمز زي الجاسترونتستينال تراك الجهاز الهضمي. وعلى فكره اول ناس بدات بعلم التشريح هم الفراعنه زي ما احنا شايفين كده، الادوات بتاعتهم البسيطه دي كانوا بيشرحوا جسم الانسان ويستخرجوا الجهاز الهضمي منه ويملوا بطن الانسان الابدومينال الكافيتي بمجموعه من المساحيق والاعشاب تمنع التعفن، وكان هنا علم التحنيط اللي برع فيه الفراعنه زمان. يبقى الصوره دي بتوضح لي ان الاناتومي ان احنا بنشوف الاستراكشرز بتاع الجسم بيتكون من مجموعه من الاجهزه. طب الناس الاناتوميتس دول كانوا بيشتغلوا بايه؟ كانوا بيشرحوا بايه؟ طبعا المدرسه التشريحيه القديمه كانت تعتمد على حاجات بسيطه، مجموعة أواني بسيطة بتحط فيها سوائل التحنيط ولغسيل البودز وهكذا والاهتمام بيها وهكذا وجيرسرين وحاجات كده،
ومجموعة آلات بدائية خالص بتساعد في عملية تشريح جسم الإنسان زي ما احنا شايفين الآلات زي كده. هل لسه الحاجات دي زي ما هي؟ لا، اتطورت دلوقتي حضرتك زي ما احنا شايفين الصورة التانية دي الحاجات الموجودة على ترابيزة العمليات بتكون موجودة، اتطورت جدا دلوقتي في مقصات وفي حاجات بتساعد وإبر وريتراكتورز ومجموعة كبيرة من الآلات اللي بنستخدمها في عملية التشريح. كمان ده مش ده بس، كمان ده في حاجات تانية بدخلنا مناظير ودخلنا ليزر وحاجات كتيرة في علم التشريح في الأناتومي. يبقى إذا عرفنا الأناتومي Science that studies the parts of the body in order to know their position, structures and relationships. And the relationship بتاعتها بينا وبين بعضها بنشوف الريليشن بتاعتها. ده علم الاناتومي. What is the anatomy؟ الإجابة جاوبنا عليها في الصفحة دي. Thank you.